طب نروح بقى للفورمات، عشان ده الفورمات النهائي. تعالوا بصوا على الشاشه المفاجاه بفورمات مسابقه الدوري الافريقي الممتاز، لان كان في كلام كتير قوي بيتقال اصل هي دوره مجمعه. ده الكلام الفصل او القول الفصل والكلام الختامي. البطوله هتتلعب من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر، خلاص دي مواعيد المباريات. توتال الماتشات كل مباريات البطوله 14 مباراه، كل مباريات البطوله 14 مباراه، 8 لقاءات في الكوارتر فاينل في الدور ربع النهائي، 4 لقاءات في السيمي فاينل. المباراه النهائيه ذهاب واياب، خلاص كلام نهائي، ذهاب واياب مش مباراه واحده. وبالتالي فورمات البطوله هيبقى هوم اند اواي، ذهاب واياب. فورمات الدوري الافريقي الممتاز كلام نهائي وكلام رسمي بالمستندات اللي بنستعرضها على شاشه قناه الاهلي، ذهاب واياب، هوم اند اواي. الكوارتر فاينل 8 مباريات، ليه؟ انت عندك اربع فرق تصنيف اول هيواجهوا اربع فرق تصنيف تاني، وبالتالي كل فريق هيلعب ذهاب وعوده. يبقى الاهلي مثلا يعني هيواجه سيمبا، الوداد هيواجه بترو اتلتيكو، سان داونز هيواجه انيمبا، الترجي هيواجه يعني مازيمبي الكونغولي، وبالتالي كل فريق هيلعب مباراتين، يبقى بالتالي 8 ماتشات. يتأهل اربع فرق، هتتلعب اربع مباريات، يتأهل فريقين للمباراه النهائيه يلعب مباراتين، فتوتال الماتشات 14 مباراه. دي الفورمات النهائيه للدوري الافريقي الممتاز، عشان يكون الكلام في النهايه. ووصلنا لقصه السوبر ليج اللي كان فيها كلام كتير قوي الفتره اللي فاتت، ناس كتير عماله تتكلم على دوره مجمعه، اصل ممكن تتلعب في المغرب، اصل تنزانيا ممكن تستضيف البطوله. لا خلاص، استعرضنا الثمان انديه، تصنيف الثمان انديه، الاختيار والمعايير بناء على ايه، وفورمات البطوله رسميا استعرضناه.